نحن رايحين لغة فرنسية. وما هذا المقال؟ Voilà pourquoi vous deviez absolument mettre un oignon sur votre lit et celui de votre enfant. هذا لماذا يتوجب عليكم بشكل مطلق mettre un oignon أنك تضع بصلة sur votre lit تحت سريركم et celui de votre enfant. Et celui de votre enfant. Et sous le lit de votre enfant. Et sous le lit de votre enfant. وتحت سرير ابنكم. إذن هذا لماذا يتوجب عليكم أن تضعوا بصلة تحت سريركم وسرير طفلكم. Lorsque votre bébé est malade. عندما يكون رضيعكم مريض. Lorsque votre bébé est malade. عندما يكون رضيعكم مريض. Les nuits sont parfois très longues. Les nuits sont parfois très longues. الليالي هي أحيانا جد طويلة. جد طويلة نظرا لهذه المشاكل التي تحدث. تكونون كخطورة على الرضيع إذا فتمر الدقائق كأنها سنوات. إذا lorsque votre bébé est malade, les nuits sont parfois très longues. Difficulté respiratoire, صعوبة تنفسية. نقول عن شيء بأنه ديفيسيل أنه صعب. Difficulté صعوبة. Respiratoire نتكلم عن لو فيرب ريسبيري فعل تنفس. ريسبيري تنفس. Respiratoire تنفسية. تو كحة إذا هناك سؤال. ني كيقول ثم أنف يجري المقصود أن هناك أنف يسيل. نتحدث عن الرضيع الذي تكون عنده صعوبة في التنفس ثم هناك سؤال ثم يكون عنده أنف يسيل. Les parents peinent parfois à assurer une nuit sereine. Les parents peinent. طبعا نتكلم على peine فعل تعبة أو جاهدة. إذا الآباء يجهدون parfois أحيانا à assurer لضمان أو لتأمين une nuit sereine ليلة هادئة تمر بسلام et calme وهادئة à leur bébé لرضيعهم لرضيعهم. Découvrez l'astuce imparable اكتشفوا. طبعا عندنا لو فيرب découvrir هذا فعل اكتشف. Découvrez اكتشفوا l'astuce يعني الحيلة imparable التي لا تقاوم كما نقول. إذا اكتشفوا الحيلة التي لا تقاوم بمعنى آخر. Découvrez l'astuce imparable pour permettre à votre bébé malade de faire sa nuit, de faire sa nuit dans de bonnes conditions. إذا اكتشفوا حيلة لا تقاوم pour permettre من أجل تمكين من أجل السماح à votre bébé malade à votre bébé malade لرضيعكم المريض de faire sa nuit لجعل ليلته كما نقول لكي يمضي ليلته لكي يمضي ليلته dans de bonnes conditions dans de bonnes conditions يعني في حالة جيدة لكي يمضي ليلته في ظروف جيدة. Que faire lorsque son bébé est enrhumé. ما العمل lorsque son bébé est enrhumé عندما رضيعه أو رضيعها est enrhumé مصاب بالزكام. غيم المقصود بالزكام. أنغيمي المقصود بأنه مصاب بالزكام. ما العمل عندما يكون رضيعها مصاب بالزكام. المقصود هنا ما العمل عندما يكون رضيعكم مصاب بالزكام. كوفير lorsque son bébé est enrhumé. Les bébés sont fragiles. إذا الرضاعهم كما نقول أنهم هشين إنهم معروفون بالهشاشة. Les bébés sont fragiles. أحيانا تكون عندنا علب تتضمن سلع ما يكون مكتوب عليها مثلا برودوي فاجيل يكتب عليها مثلا برودوي فاجيل. إذا نتكلم عن منتوج سلعة هشة يمنع مثلا الجلوس على هذه العلب يجب الانتباه لها لأنها تتضمن سلعا هشة. لي بيبي سون فاجيل إذا نتكلم عن الرضع أنهم معروفون بالهشاشة غير معروفين بالقوة لا يتحملون الصعوبات.
et ne peuvent pas exprimer leurs symptômes. ولا يستطيعون التعبير عن أعراضهم أعراض المرض الذي يصيبهم. Bien souvent, في الغالب, les parents doivent faire preuve d'un sixième sens pour comprendre les problèmes de leur bébé. في الغالب جدا, الأباء يتوجب عليهم. Les parents doivent faire preuve d'un sixième sens. يعني أن الأباء يتوجب عليهم كما نقول أن يظهروا براعتهم. الأباء يتوجب عليهم أن يظهروا الحاسة السادسة. Les parents doivent faire preuve d'un sixième sens. الأباء يتوجب عليهم أن يظهروا حاستهم السادسة. عليهم أن يبدعوا كما نقول أو عليهم أن يظهروا حاستهم السادسة من غير حاسة البصر وحاسة اللمس والذوق والشم إلى غير ذلك. عليهم أن يظهروا حاستهم السادسة. هذه الحاسة السادسة المقصود بها الاجتهاد في معرفة ما يصيب الرضيع. إذن عليهم أن يتوقعوا أشياء خارجة عن إدراكات هذه الحواس الخمس. هذا هو المقصود. عليهم أن يتوقعوا أشياء ربما يصاب بها الرضيع ويتوقعوا أشياء خارج معطيات الحواس الخمس. Les parents doivent faire preuve d'un sixième sens pour comprendre les problèmes de leur bébé. إذن على الآباء طبعا أن تكون لهم الحاسة السادسة pour comprendre من أجل فهم les problèmes de leur bébé. من أجل فهم مشاكل رضيعهم. Sur le site Les Super Mamans, sur le site Les Super Mamans, على موقع الأمهات كما نقول على موقع الأمهات الخارقات يعني بحال تنقولوا على الأمهات الحادقات. Sur le site Les Super Mamans, une journaliste a déclaré qu'elle avait une solution. Sur le site Les Super Mamans, une journaliste a déclaré على موقع الأمهات كما نقول الخارقات. Une journaliste a déclaré. إذا نتكلم عن صحفية أنها أعلنت صحفية أعلنت qu'elle avait une solution pour assurer une nuit sereine. أعلنت بأنه عندها حل pour assurer من أجل ضمان أو من أجل تأمين une nuit sereine ليلة هادئة à son bébé victime d'un vilarium. من أجل ضمان ليلة هادئة لرضيعها لرضيعكم بمعنى آخر victime d'un vilarium victime d'un vilarium ضحية victime يعني ضحية d'un vilarium لزكامين سيء فيلاه كما نقول موفي كما نقول هنا موفيريوم نقول مثلا فيلان فيافا فيلان فيافا إذا نتكلم عن حمى سيئة مثلا أما هنا فنقول فيلاغيوم لوسكو فوتخ نوفوني إي مالاد عندما يكون رضيعكم مريض إلي ديفيسيل بور لو دو دورميغ هو صعب بالنسبة له لينام لوسكو فوتخ نوفوني لوسكو فوتخ نوفوني عندما يكون رضيعكم الجديد المولود جديدا اي مالاد عندما يكون مريضا إلي ديفيسيل بور لوي دو دورمير هو صعب بالنسبة له إلي ديفيسيل هو صعب بور لوي بالنسبة له دو دورمير لينام دو فير سانوي ليقوم بليلته المقصود هنا ليمضي ليلته اي دونك دو فوليسي دورمير وبالتالي ليترككم تناموا المقصود هنا إلي ديفيسيل دونك دو فوليسي دورمير إذا المقصود هنا إنه صعب إذن ليترككم تناموا إي دونك وبالتالي دو فوليسي ليترككم دورمير تناموا لا تكنيك دو لونيون سولو لي بيرمي إذا لا تكنيك دو لونيون سولو لي إذا تقنية البصل تحت السرير بيرمي عندنا هنا لو فيرب بيرميتر يعني أنها تمكن بيرمي أنها تمكن طبعا عندنا لو فيرب بيرميتر سولون لا جورناليست دو فير سانوي سون زونكومبر إذا حسب الصحفية تقول بأن تقنية البصل تحت السرير أن تمكن رضيعكم أن يمضي ليلته بدون عرق كما نقول لا تكنيك دو لونيون سولو لي selon la journaliste permis de faire sa nuit sans encombre تقنية البصل تمكن حسب الصحفية selon la journaliste حسب الصحفية de faire sa nuit sans encombre ليمضي ليلته بدون عراقيل une technique
qui pourrait également être efficace pour les adultes alors à vos oignons. إذن التقنية يمكن أن تكون أيضا مفيدة كي بوغي إيغالمون يمكن أن تكون أيضا يمكن أن تكون أيضا كي بوغي كما نقول أنه يمكنها إيغالمون أيضا إتخ أن تكون إفيكاس ناجعة إفيكاس مقصود بها ناجعة بوغ لي زادولت بالنسبة للبالغين إذن يمكن أن هذه التقنية لا تصلح فقط للرضع بل تصلح أيضا للبالغين alors à vos oignons إذن إلى بصلكم إذن إلى بصلكم المقصود انطلقوا إلى بصلكم لتقوموا بهذه التقنية تقطع البصل ثم تضعه تحت سريركم ثم عندنا هنا لا تكنيك دو لونيون سلولي سيكوا إذن تقنية البصل تحت السرير سيكوا تعني ماذا هي ماذا ما المقصود بها La technique de l'oignon celluli, c'est quoi? La technique de l'oignon celluli, c'est quoi? إذن تقنية البصل تحت السرير هي ماذا? La technique de l'oignon celluli, c'est quoi? Comme son nom l'indique, comme son nom l'indique. كما اسمها يدل عليها. L'essentiel de la technique réside dans le fait d'avoir des oignons. L'essentiel de la technique, إذن المهم في التقنية. كما نقول الشيء المهم في التقنية. الشيء المهم في هذه التقنية. L'essentiel de la technique, إذن الأهم في التقنية, réside dans le fait d'avoir. يتمثل, réside, أو أنه يكمن, يكمن, dans le fait d'avoir des oignons, يكمن في مسألة أن تكون لك. Réside dans le fait d'avoir des oignons. يكمن في مسألة. طبعا هنا, كما نقول أنه يكمن, يكمن في العمل إلى غير ذلك. المقصود هنا أنه يكمن في مسألة كما نقول نحن دافواغ أن تكون لك أهم شيء في التقنية أن يكون عندك بصل إي دون ميتر سولولي دو فوتخ بيبي وأن تضع منها إي دون ميتر وأن تضع منها هاد أون تتعود على البصل إي دون ميتر إي دون ميتر وأن تضع منها أه واحدة سولولي تحت السرير de votre bébé لرضيعكم cette recette de grand-mère هذه الوصفة للجدات المقصود أنها تؤخذ من عند الجدات كما نقول يأخذ الصغير على الكبير cette recette de grand-mère mise en avant par la journaliste التي تقدمت من طرف الصحفية du site les super maman لموقع les super maman يعني كما نقول أمهات الخارقات كما قلنا اتفيكاس بور بليزيور ريزون إذن هي ناجعة لعدة أسباب كما نقول يعني أن هناك أشياء ما تجعلها ناجعة المقصود هناك عدة عوامل تجعلها ناجعة إذن سيت غوسيت دو غران مير ميز أون لافون باغ لا جورناليست دو سيت لي سوبر مامون اتفيكاس بور بليزيور ريزون إذن هاد الوصفة للجدات التي تقدمت بها الصحفية لموقع لي سوبر مامون هي ناجعة اتيفيكاس هي ناجعة بور بليزيور ريزون إذن هي ناجعة لعدة عوامل دي لا بخوميييغ نوي منذ الليلة الأولى لي ديفيكولتي ريسبيراتوار ديمينو إذن منذ الليلة الأولى لي ديفيكولتي ريسبيراتوار لي ديفيكولتي ريسبيراتوار إذن الصعوبة التنفسية ديمينو أنها تنقص طبعا نتكلم على لو فيرب ديمينيي فعل ناقصة لو سيت كونساي دو ريبيتي لوبيراسيون بوندون دو او تخوا نوي افان كو سي ديفيكولتي ديسباريس توتالمون اذا لو سيت كونساي الموقع ينصح طبعا عندنا لو فيرب كونساي لو سيت كونساي الموقع ينصح دو ريبيتي لوبيراسيون بإعادة العملية طبعا لو فيرب ريبيتي المقصود بأنك تعيد دو ريبيتي لوبيراسيون ان تعيد العملية بوندون اثناء دو او تخوا نوي اثنان او ثلاث ليالي المقصود لمدة ليلتين او ثلاثة ليالي افان كو سي ديفيكولتي من اجل ان هذه الصعوبات ديسباريس ان تختفي توتالمون بشكل نهائي اذا عندنا ديسباريس
عندنا لو فيرب ديسباريتر. اون لو فيرب ديسباريتر هذا فعل اختفى، ومن كلمه لا ديسباريسيون. لا ديسباريسيون يعني اختفاء. لو سيلينيوم الا كارسيتين، اذا نتكلم عن مادتين متواجدتين بالبصل. بريزون ان حاضر المقصود ان موجوده، دون لونيون الموجوده في البصل، اون اون فونكسيون اونتي هيستامينيك اون اون فونكسيون يعني عندهم دور اونتي هيستامينيك اي اونتي انفلاماتوار اي اونتي انفلاماتوار. اونتي هيستامينيك المقصود به هنا ميديكامون سوبوزون ا لاكسيون دون سبستانس ناتورال دو لورغانيزم. ميديكامون اذا نتكلم عن دواء، سوبوزون ا لاكسيون دون سبستانس ناتورال دو لورغانيزم، نتكلم عن دواء سوبوزون انه يعارض يمنع بمعنى اخر لاكسيون دون سبستانس ناتورال دو لورغانيزم. اذا يمنع فعل سوبوزون ا لاكسيون دون سبستانس ناتورال دو لورغانيزم، يمنع فعل مادة دون سبستانس ناتورال، إذا يمنع فعل مادة طبيعية دو لورغانيزم يعني يفرزها العضو، مثلا المعدة أو الغدد في الجسم أنها تفرز إفرازات معينة، تفرز هرمونات مثلا، إذا هذا الدواء يكون ضد المفعول الذي تقوم به هذه الإفرازات. نتكلم مثلا عن الهستامين اونتي هيستامينيك، اذا نتكلم عن مضاد للهستامين، اذا نقول اونتي هيستامينيك. الهستامين كي ديكلونش لي زيفي دو لالرجي، كي ديكلونش لي زيفي دو لالرجي، هاد ماده الهستامين كي ديكلونش انها تشعل كما نقول او انها تطلق لي زيفي دو لالرجي، تاثيرات المتعلقة بالحساسية، اي اوغمونت لا سيكريسيون غاستريك، اي اوغمونت لا سيكريسيون غاستريك، وترفع الافرازات المعدية، وترفع الافرازات المعدية. مادة الهستامين اذا افرز الجسم فهي كما نقول انها ترفع من الحساسية، ثم ترفع من افرازات المعدة. اذا طبعا اونتي هيستامينيك ان هذه المادة تكون ضدها، أن هذه المادة يعني أن تقاوم هذه الإفرازات وتقاوم هذه الحساسية. إذن هنا يقال بأن لوسيلينيوم إلى كارسيتين، إلى كارسيتين هذه المادتين المتواجدتين بالبصل أون أون فونكسيون أن عندها كمهمة، عندها كدور أونتي هيستامينيك يعني أنها تكون ضد مفعول إفرازات التي تؤدي إلى رفع الحساسية وإلى الإفرازات المعدية. ثم أنتي أنفلاماتوار، أنتي أنفلاماتوار أن ضد الالتهابات. إذن هذه المادتين أنهما تكون ضد الإفرازات المؤدية إلى ارتفاع الحساسية، ثم إلى ارتفاع الإفرازات المعدية، ثم أنها ضد الالتهابات permet d'atténuer les symptômes du rhume، يعني أن تمكن من نقصان أعراض، تمكن من نقصان أعراض ديغيم للزكام، أعراض الزكام. إذن هذه المادتين طبعا أن تؤدي في النهاية إلى نقصان أعراض الزكام. بيان اونطوندي كما نقول ضمنيا، بيان اونطوندي بما يعني هذا ضمنيا، لي سوبر مامو نو ميت با دو كوتي لي سوا ابيتويال pour les bébés enrhumés. Bien entendu, les supermamans ne mettent pas de côté les soins habituels pour les bébés enrhumés et conseillent également l'utilisation du sérum physiologique pour venir à bout de son rhume. Les supermamans ne mettent pas de côté les soins habituels pour les bébés enrhumés et conseillent également l'utilisation du sérum physiologique pour venir à bout de son rhume. Et conseillent également l'utilisation du sérum physiologique pour venir à bout de son rhume. Eden, bien entendu, les super mamans ne mettent pas de côté les soins habituels. Eden, taban demnien, adayani demnien, bi anna les super mamans ne mettent pas de côté les soins habituels, bi mana akhar, anna la tadao janiben. Le maqsoud anna la tatajal.
لي سوا ابيتويال يعني العلاجات المعتاده بوغ لي بيبي اوغيمي بوغ لي بيبي اوغيمي بالنسبه للرضع المصابون بالزكام اي كونساي ايغالمون ثم انا تنصح ايضا لوتيليزاسيون دي سيروم فيزيولوجيك ثم انا تنصح باستعمال المصل الفيزيولوجي طبعا نقول على شيء بانه فيزيولوجيك عنده علاقه بعلم وظائف الاعضاء عنده علاقه بعلم وظائف الاعضاء لا فيزيولوجي المقصود بها لا فيزيولوجي المقصود بها علم وظائف الاعضاء وظائف الاعضاء يعني هذا العلم يتخصص في معرفة وظيفة كل عضو من أعضاء جسمنا من أعضاء جسمنا إذن طبعا إذا عرفنا وظيفة كل عضو إذن أكيد سنعرف بالضبط ما يلزم هذا العضو أكيد أننا سنعرف ما هو دوره في ماذا يفيد ماذا يلزمه ماذا ينقصه إلى غير ذلك وتنصح أيضا l'utilisation du sérum physiologique pour venir à bout de son rhume. استعمال المصل الفيزيولوجي pour venir à bout لتأتي إلى نهاية de son rhume. إلى نهاية زكامها كما نقول. المقصود هنا زكام رضيعها. زكام رضيعكم بمعنى آخر. إذن لتنتصروا على زكام الرضيع. المقصود هنا بأن هذا الموقع طبعا هو لا يتجاهل الأدوية الطبيعية المعروفة كاستعمال البصل إلى غير ذلك لكنه أيضا ينصح بالذهاب إلى الطبيب واستعمال أدوية متطورة للقضاء على الزكام pour que cela soit efficace il faut penser à prendre un oignon bien frais et fraîchement coupé إذا لكي يكون هذا ناجعا pour que cela soit efficace لكي يكون هذا ناجعا Il faut penser à prendre un oignon. يجب التفكير في أخذ بصلة. Il faut penser à prendre un oignon. يجب التفكير في أخذ بصلة bien frais. يعني جد طرية. لا تكون قديمة. Et fraîchement coupée. ثم أنها مقطعة بشكل حديث. لا تكون مقطعة من البارحة أو مقطعة منذ يومين. يعني أن تكون مقطعة في لحظة الاستعمال افخشمون كوبي تأخذ بصلة جديدة تقطع بشكل جديد يعني طرية ثم تقطعها في ذلك الوقت عندما تريد استعمالها تحت سريرك وسرير الرضيع ثم تضعها تحت سريرك وسرير الرضيع إذن هذا فيما يخص الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله